يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف أم خدمة المعتكفين الذين يحتاجون إلى خدمته؟ بإمكانه أن يجمع بينهما، يعتكف ويخدم وقت الخدمة، يخدم المعتكفين، يجمع بينهما. ولا بد من التنبيه أنه الآن حدث ما يسمون بالاعتكاف الجماعي، يجتمعون في مسجد واحد وينامون ويسولفون ويروح الوقت وهم في ضحك وسواليف ويقولون هذا ما المعتكف يخلو بربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو، كان يعمل له قبة في المسجد أو حصير يخلو، ما المعتكف ينفرد، ما يجتمع مع الآخرين، تفرغ لعبادة الله عز وجل. نعم.